بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سعيد الحمداوي مدير ثانوية الرازي التأهيلية بسطات. بداية أتقدم الشكر الجزيل للأيام على هذه التغطية، تغطية هذا الحدث، ويتعلق الأمر بحصول التلميذة شيماء البحياوي من ثانوية الرازي التأهيلية على المرتبة الأولى وطنيا في الاستحقاقات خاصة بامتحانات البكالوريا 2023 الدورة العادية. بطبيعة الحال أتقدم بأحر التهاني للتلميذة شيماء البحياوي أولا على هذه المرتبة، وكذلك لأسرتها على المواكبة والتتبع طيلة هذا الموسم، دون أن أنسى الطاقم الإداري والتربوي لثانوية الرازي التأهيلية والمواكبة والتتبع لسيد المدير الإقليمي على مستوى مديرية سطات الذي لا يدخر جهدا في تتبع التمييز بالمؤسسة التعليمية. لكن ممكن أن تقربنا شوية من شيماء. شيماء البحياوي تلميذة مجدة مواظبة خلوقة، تتميز بالسلوك الحسن داخل المؤسسة، لم يصدر منها أو لم تصدر منها أي مخالفة منذ ولوجها إلى المؤسسة إلى غاية تبوئها المرتبة الأولى على المستوى الوطني بالمؤسسة. لابد أن أذكر أن ثانوية الرازي التأهيلية ليست المرة الأولى التي تحصل فيها على هذه المراتب، فخلال المواسم السابقة خصوصا الموسم الماضي حصلت المؤسسة على الرتبة الأولى إقليميا، حصلت عليها تلميذة أمال نور الهادي بنفس المسلك يعني علوم فيزيائية خير فرنسية، حصل كذلك تلميذ يوسف الموريد على الرتبة الأولى شعبة علوم رياضية خيار فرنسية ألف، وغيرهم كثير يعني في السنوات الفارطة مثل ياسر صافي الدين وكريمة نور الهادي وإلى غيرهم من التلاميذ. بالنسبة لهذا الموسم هذا واش كانت شي فرق كبير ما بين يعني المرتبة الأولى والمراتب اللي كانت ليها؟ لا يعني عندنا في المؤسسة معدلات جيدة، فإن كانت تلميذة شيماء البحياوي حصلت على 19 معدل 19.52 فقد حصل أكرم العمراني كذلك شعبة علوم رياضية خيار فرنسية ب على 18.57، وهناك يعني نقط متقاربة يعني هناك 18.50 وهناك 17، يعني المعدلات الحمد لله مرتفعة. بالنسبة لظروف الاشتغال عندكم هناك الثانوية وكيفاش سير النجاح؟ سر النجاح هو إيماننا القاطع بأن التميز ليس وليد لحظة والنجاح ليس وليد لحظة، وإنما هو سيرورة، ومواكبة هذا التميز منذ بداية الموسم مرورا ب يعني مختلف المراحل يعني طيلة الموسم الدراسي إلى غاية نهاية الموسم. أقصد بهذا يعني تسطير برنامج للدعم التربوي منذ بداية الموسم، تتبع هذا البرنامج، تتبع التنفيذ والأجراء ديال هذا البرنامج، ثم كذلك المواكبة النفسية للتلميذات والتلاميذ سواء من طرف الأطر الإدارية أو الأطر التربوية. وبطبيعة الحال إن كان هذا الحزم وهذا يعني هذا الأسلوب في تتبع التميز منذ بداية الموسم فأكيد النتائج تكون حسنة. بالنسبة كاينين بعد يعني التلاميذ اللي خرجوا يعني في الامتحانات كيقول لك ان الفيزيك ولي مات كان زعما شويه صعب بزاف. حصول تلميذة شيماء البحياوي على هذا المعدل و يعني كما قلت اكرم العمراني ومثلا القسم الذي تدرس فيه شيماء يدرس فيه 35 تلميذة وتلميذ ونجحت منه 33 وجوج منهم استدراك يعني حصلوا على يعني الدورة الاستدراكية، دليل على أن هذه إشاعة من الإشاعات التي ألفنا أن نسمعها كل سنة يعني. فالحمد لله يعني الامتحانات كانت في المستوى، فقط
الذي ينقص هو يعني الشيء من الجديه والاشتغال، والنتائج كتكون يعني النتائج كتكون في المستوى. رسالتي الى تلاميذ يعني شباب الغد هو وبدءا يعني يعني بالتلاميذ المستدركون في هذا الموسم، لا تفوتني الفرصه ان اهني التلاميذ الناجحين واقول للتلاميذ المستدركين ومن خلالهم رساله الى شباب الغد، ان ليس هناك في الحياه ليس هناك فشل، وانما هناك تجارب وخبرات، خبرات وتجارب. ينبغي استثمار هذه الفرص. التلاميذ المستدركين لديهم فرصة ينبغي استغلالها واستثمارها من أجل بلوغ ما يرمون إليه. وبالنسبة لشباب الغد أقول أن التميز يعني متاح، ينبغي فقط تسطير أولويات والاشتغال عليها. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.